رجل مقر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز مواكلته ومجالسته؟ إذا كان مقر بأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفرا أكبر لا أصغر، وأنها لا تجوز مناكحته ولا السلام عليه، لو ذاك بالسلام بل يجب هجره ويجب استتابته، فإن تاب إلا قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى فتركها. قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقية المعاصي، ولكنه يغسل إذا مات ويصلى عليه، هكذا قال جماعة العلم. والصواب القول الأول، نرجح القول الأول وأنه كفر أكبر، وأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، فيفرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يلتف مقابر المسلمين ولا يلتف أولياؤه من المسلمين، بل يكون لبيت الناس إذا كان له مال. نعم، ونسأل الله. والدليل على هذا أحاديث بل آيات، الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها، وأمر بها وحث عليها في مواضع على كثير مواضع كثيرة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، قال: رأسنا من الإسلام وعمده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أهل السنن بإسناد صحيح. وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين كتب ستة الصلاة. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الأمراء للذين يؤخر الصلاة على الذين يعرف منهم وينكر، يعني غير قد حلقوا، قالوا: رفع أن نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا يقول الصلاة. وفي الوقت قال: ما لم تر كفرا بواحا، فسر كفر بواح بعدم إقامة الصلاة، فمن لم يقم الصلاة ولم يصلي فقد أتى كفرا بواحا.